البطل المالي الدبابة البشرية طبعا، بنرحب بمباراته المية مع نادي القرن النادي الأهلي. لعيب كبير جدا بيمتلك إمكانيات عصرية ومن طراز فريد، لعيب يعني بمواصفات أوروبية، ممكن يكون من أحسن الديفندرات اللي جت في مصر كلاعب أفريقي، زائد إن عنده روح زيه زي علي معلول. كلنا بنتكلم على علي معلول، ما شاء الله من اللعيبه اللي هو متربي في النادي. اليو دانج نفس النظام، لعيب بتاع شغل بس بتاع ملعب، فما شاء الله عليه. يعني نتمنى يعدي ال 200 وال 300 وهو لاعب متالق. يعني اليو دانج يعني ربنا يكمله في الباقي ان شاء الله ويوفقه. هو لعيب كويس جدا في المكان ده، ومن احسن اللعيبه اللي جت في مكان الهاف ديفندر في تاريخ النادي الاهلي، وبنتمنى له افضل ان شاء الله. هو ان شاء الله المفروض فورفيتشر يعني مكانه في حته بره في اوروبا. يعني الناس كلها هو لعيب بروميسنج جدا، والناس كلها اللي لعبت في المكان ده وفاهمه كوره عارفه ان ده لعيب ان شاء الله سنتين ثلاثه هيكون بيلعب في حته ثانيه في اوروبا. يعني اقول له ربنا يجعله في مزيد من يعني التفوق اللي هو فيه، وهو شخصيه بسم الله ما شاء الله عليه، يعني ادى للاهلي كتير، ولا كنه ابن من ابناء النادي الاهلي. يعني وديانج لاعب متمركز، وهو رمانه الملعب، وهو ده يعني ولا اروع الصراحه. يعني والله اليانج لعيب كبير، يعني هو صحيح صغير في السن شويه، لكن هو من ساعه ما جه هو مؤثر جدا بصراحه، وتاثير ممكن نشوفيه في اي وقت في اي لحظه حتى لو كان نازل بديل. فلا هو لعيب حتى قوي جسمانيا جدا، ولا لعيب مميز جدا جدا الحقيقه. يعني هو لعيب ممتاز طبعا، خط وسط ما يتعوضش، يعني ما من احسن الناس اللي جت يعني افارقه او مغتربين يعني للنادي الاهلي. يعني هو وعمر السريع الاثنين عاملين خط وسط يعني ممتاز جدا، وشايلين النادي الاهلي فعلا. تمام. يعني انا كراجل اهلاوي برتاح لما بيكون في الملعب بامانه، هو والسوليه واللعيبه كلهم رجاله، واقول له الف مبروك وعقبال المباراه ال 200 ان شاء الله. اليو دانج طبعا بيمثل طفره وقوه في خط نص الملعب، وخاصه لما يكون هو واليو وعمر السوليه الاثنين ارتكاز وسط الملعب. ومن افضل المباريات اللي لعبها طبعا، كل المباريات لعبها، لكن على وجه الخصوص الخمسه في مباراه الاهلي والزمالك. هو بصراحه لعيب كبير، وما يقدرش موسيماني يستغنى عنه بصراحه في الملعب. يعني هو وجوده في الملعب مطمن كل الاهلاويه بصراحه، ولعيب كبير بصراحه، سواء هو وبقيه الفرقه، بس هو نص الفرقه بصراحه. يعني هو يشيل فرقه كامله بصراحه. يعني دلوقتي ده نكمل 100 مباراه ال 100 مع النادي الاهلي، هو اضافه قويه للفريق، وعقبال مباراه ال 1000 ان شاء الله. يعني انا فخور باللعيب ده، وان هو لو احترف بره احنا هنزعل جدا كجمهور اهلي. بهنا اليو دانج على المباراه ال 100 للاهلي مع الاهلي. اليو دانج من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. تمام. هو لعيب مالي كويس جدا. تمام. وعمل طفره في اداء النادي الاهلي بطريقه عظيمه جدا، ومباراته تشهد عن كده، واتمنى له الدوام على هذا المستوى الجميل. اقول لاليو دانج انا بحبه جدا، نص ملعب الاهلي في امان طبعا معروفه، واقول له يا رب تفضل معانا يعني ومستواك يعلى. اقول له الف الف مبروك، وبالرغم من ان هو سنه صغير بس ما شاء الله محقق اهداف كتير، ومبروك طبعا على المباراه ال 100 اللي تمها مع الاهلي، واتمنى انه يفضل مكمل مع الاهلي.